مرة ثلاثة أرقام في أرض الصحابية رضي الله عنه، من صحيح هكذا ثم هكذا لكذا، أن يكون مكتسبا إلى المكر أحمد دول الفضل. وهو قول الله لأبي بكر والمتحمسين للنص يا كم مدسين قول الأرض عن امتداد وتأويل. فلا يكون نصا حتى يحصل ذلك عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقد اكثر الناس في هذه الآية، فأكثر المفسرين أو حارتهم بعضهم على ما تقدم في هذا النص، وأكثره بعض المتأخرين قال لأنه خبر، ولا يدخل النص في الأحقاد، وإن جمع هذا المتأخر فإنه وإن كان خطرًا فهو خبر عن تكذيب ومعاقبة بما أقصد بما تسميه الكلمة، والتعطف به على رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في قصيده ذلك، وأن يقول سمعنا وأطعنا. وهذه أبواب وأعقاد الأقوال وأعقاد اللسان القلب، وقد اسم ذلك عظم صبر الحركة والمعاقبة. وبني على بعض المفسرين أن بعض البسط هنا زال مما وقع في الخروج من الشرك إلى الخاص، والفضل من هذا الأمر أزيد عنهم في الآية الأولى، وهو أن ابن قيصر وهذا القائل يرى أنه قد يجب ما لا يصيبون، لكن ما يجف عليه من التعصب والتواصل بالنص والإطلاق قال الضحي، وأشهد أن من ذلك ما لا يضيقون، فأزيد عنهم الإشكال وبين أنهم لم يكلفوا إلا وسعهم، وعلى هذا لا حجة فيه لجواز تكليف ما لا يطاق، إذ ليس فيه نص على تكليفه. واحتج بعضهم استعارته منه قوله تعالى: ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، ولا يستعيدون إلا مما يجوز التكليف به. وأجاب عن ذلك بعضهم بأن معنى ذلك ما لا نطيقه إلا بمشقته. وذهب بعضهم إلى أن الآية محكمة في إثبات التقييد والشك في المؤمنين والكافرين، فيغفر للمؤمنين ويعذب الكافرين، هذا آخر كلام القاضي عياض رحمه الله. وذكر بلام الواحد رحمه الله الاختلاف في نفس الآية، ثم قال: والمحققون يختارون أن تكون الآية محكمة غير منسوخة، والله أعلم. وأما قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن الله تجاوز لأمتي ما حقرت به أنفسها ما لم يتكلموا أو يعملوا به، وفي الحديث الآخر: إذا هم عبدي بسيئة فلا تكتبوا عليه فإن عملها فاكتبوها سيئة، وإذا هم بحسنة فلم يعملها فاكتبوها حسنة، فإن عملها فاكتبوها عشرة، وفي الحديث الآخر: في الحسنة إلى 700 ضعف، وفي الآخر: في السيئة إنما تركها من جبال. فقال الإمام المازري رحمه الله: مذهب القاضي أبي بكر بن الطيب أن من عزم على المعصية بقلبه ووقف نفسه عليها حزن في اعتقاده وعزمه، ويحمل ما وقع في هذه الأحاديث وأمثالها على أن ذلك في من لم يوطن نفسه على المعصية، وإنما مضى ذلك بالكره من غير استقرار. ويسمى هذا هما، ويفرق بين الهم والعزم، ويفرق بين الهم والعزم هذا، ويفرق بين الهم والعزم هذا غنى القاضي أبي بكر. وقال: فهو كثير من الفقهاء والمحدثين وأخذوا بظاهر الحديث. قال القاضي عياض رحمه الله: عامة السلف وأهل العلم من الفقهاء والمحدثين على ما ذهب إليه القاضي أبو بكر في الأحاديث الدالة على المؤاخذة في الأعمال القلوب، لكنهم قالوا إن هذا العزم يكسب السيئة وليس السيئة التي هم بها لكونه لم يعملها، وقطعه عنها قاطع غير خوف الله تعالى والإنابة، لكن مفسد الإصرار والعزم معصية فتكتب معصية، إذا عملها كتبت معصية ثانية، فإن لك خشية لله تعالى كتبت حسنة كما في الحديث: إنما تركها في الجبال. فصار حمله لا لخوف الله تعالى ومجاهدة نفسه الأمارة بالسوء لذلك وإحياء هواه حسنا. أما الهم الذي لا يكتب فهي الخواطر التي لا توكل النفس عليها ولا يصحبها عقد ولا نية العين.
وذكر بعض المتكلمين خلافا فيما اذا ترك لغير خوف الله تعالى بل لخوف الناس هل تكتب حسنه؟ قال لا، لانه انما حمله على تلك الحياه، وهذا ضعيف لا وجه له. هذا اخر كلام القاضي، وهو قانون حسن لا نزيد عليه. وقد تظاهرت نفوذ الشرع بالمؤاخذة في عزم القلب المستقر، ومن ذلك قوله تعالى: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم. الآية قوله تعالى: اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. والآيات في هذا كثيرة. وقد تظاهرت نفوذ الشرع وإجماع العلماء على تحريم الحسد واحتقار المسلمين وإرادة المكروبين وغير ذلك من أعمال القلوب وعزمها، والله أعلم. الحافظ من هذا يا إخوان في شأن الآية، ورأي التهافني الأمر إلى ماذا؟ إلى قول الواقفين أن أهل العلم أو أكثر أهل العلم يقولون إنها لكن الصحابة سموها منسوخة وظاهر عليها أحكام النسخ، فهذا. وأما المؤاخذة كما تقدم فيكفي قوله صلى الله عليه وعلى وسلم: إنما أخذ إنما تركها من جرائين. وهكذا الحسد والكبر مصدرهما القلب، وظن السوء أيضا مصدره القلب، وهي محرمة يأثم العبد عليها. ثم ذكر قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن، وقوله تعالى: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا. يعني فهذه أعمال القلوب. الصحيح أنه إذا هم بحسنة وتركها لوجه الله فإنها تكتب له، إذا هم بمعصية وتركها لوجه الله فإنه ماذا؟ فإنها تكتب له حسنة. أما إذا هم بها وهو عازم على فعلها وقطعه قاطع فإنه يأثم إثما، الله أعلم بمقداره. يأتم إثما، الله أعلم بمقداره، إذا لم يكن كل الله عز وجل. نعم. إيه. يحسن هذا، وهذا يعني نبه عليه الكاتبون في النسخ والمنسوخ. أنا مر به تفسير ابن في تفسير الشوكاني في بعض أجزاء آية الدين، يقول أبو سعيد إنها منسوخة، لا أذكرها الآن. فالشوكاني يقول ليس هذا من باب النفس. قال رحمه الله تعالى: أيها الذي يظهر أنه نفس، لأنه يذكر عليه أحكام النفس. قال حدثنا يحيى بن أيوب المقابري نعم في طبقته العلاج، أحسنت. قال رحمه الله: وقتيبة بن سعيد وابن حجر علي قالوا حدثنا إسماعيل وهو ابن جعفر عن طيب اسماعيل بن وهو اسماعيل بن نعم بن جعفر بن ابي كثير، وله اخ محدث ما اسمه يا اخانا ويصلح هذوها يا سعيد كنت اريدك عن العلاء بن عبد الرحمن. متى عهدك بالعلاء بن عبد الرحمن يا اخي عياش؟ متى عهدك بالعلاء بن عبد الرحمن؟ نعم الامر كما قلت قبل البارحه، خلينا نعيد السؤال وننتهي البارحه. احسنت. عن ابي هريره رضي الله عنه قال الله عز وجل: اذا هم عبدي بحسنه
ولم يعملها كتبها له حسنة، كتبتها له حسنة، فإن عملها كتبتها 10 حسنات إلى 700 ضعف. وإذا هم بشيء ولم يعملها لم أكتبها عليه، فإن عملها كتبتها 1 سيئة. وإذا هم بحسنة ثم تغيرت نيته فماذا؟ تغيرت نيته، ها؟ تغيرت نيته، ها؟ إيه، نعم، نعم، لا، ها؟ اكتبوا له، نعم؟ تغيرت إلى نية سيئة، إيه نعم، هو هذا، إلى نية سيئة. أراد أن يطلب العلم لوجه الله، ثم بعد ذلك لأجل الدنيا، صحيح هو يعني أن وهم يعتبر هما، وهكذا أيضا أراد أن يتصدق لله، ثم بعد ذلك أراد أن يتصدق رياء، يعني تغيرت نيته إلى الرياء إلى غير ذلك، وهذا كثير. قال رحمه الله تعالى: وبعدها تغير النية يا أخوان، المجتمع يؤثر على الشخص. نحن كنا ندرس في معهد الشيخ عبد الله بن حميد، ولسنا موعودين بشهائد، ندرس دراسة هكذا، وبارك الله في تلكم الدراسة والحمد لله، في آخر سنة وافقوا على إعطاء شهائد، في آخر سنة من المعهد وافقوا على إعطاء شهائد، أخذناها لأن في اليمن فتنة، والهروب من الفتن ينبغي أن يهرب من تلكم الفتن. بعدها وصلنا إلى الجامعة، فإذا الدكاترة يقرقرون بآذاننا أن الذي ليست لديه شهادة لا يستطيع أن يعيش في المجتمع، فصرنا تارك كذا وتارك كذا، والله المستعان. على وعلى كل فأكثر يعني هو الفرار من الفتن، والله المستعان. قال رحمه الله تعالى: وحدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا مامر عن عمان بن منبه قال: هذا ما حدثنا أبو هريرة عن محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: قال الله عز وجل: إذا تحدث عبدي. هذا يا أخوان كما تقدم من الأحاديث القدسية، هكذا يا أخوان. قال الله عز وجل: إذا تحدث عبدي بأن يعمل حسنة فأنا أكتبها له حسنة، ما لم يعمل فإذا عملها فأنا أكتبها 10 أمثالها، وإذا تحدث بأن يعمل سيئة فأنا أغفرها له ما لم يعملها، فإذا عملها فأنا أكتبها له بمثلها. وقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: قالت الملائكة: ربي ذاك عبدك يريد أن يعمل سيئا وهو أبصر به. فقال ارغبوا، فإن عملها فاكتبوها له بمثلها، وإن تركها فاكتبوها له حسنة، إنما تركها من جرائي. وقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أي من أجل إذا أحسن أحدكم إسلامه فكل حسنة يعملها فاكتبوا 10 أمثالها إلى 700 ضعف، وكل سيئة يعملها فاكتبوا بمثلها حتى يلقى الله.
وفيه سعة فضل الله ورحمة الله بعباده. نعم يا أخي أحمد. نعم. حسن الإسلام إلى بالاستقامة، يعني العمل بالكتاب والسنة مع الإخلاص. نعم يا أخي. نعم أحسنت، في إثبات الكتابة بأن الله يأمر الملائكة يكتبون، لأن يعني القرآن يفسر بعضه بعضا. قال رحمه الله تعالى: وحدثنا أبو كريب محمد بن العلاء الهمداني قال حدثنا أبو خالد الأحمر سليمان بن حيان. نعم. من أين نجد التيمي؟ إذا راجع ذاك أبو حيان يحيى بن سعيد التيمي. ألك تعنيه يا أخي؟ ها؟ خيرا إن شاء الله. ها؟ ومن؟ قال عن هشام عن ابن سيرين. من القائل عندي عندك؟ بن حسان. هشام عن الحسن ما حال حديثه؟ ها؟ يحيى بن ابي بكير او يحيى بن بكير عن مالك ما حال حديثه؟ هشيم عن الزهري ما حال حديثه؟ ها؟ نعم. نعم، ما بن يحيى. نعم. ها؟ معمر عن ثابت ما حال حديثه؟ نعم. صحيح. عن أبي هريرة قال: قال رسول الله، رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من هم بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة، ومن هم بحسنة فعملها كتبت له عشرة إلى سبعمائة ضعف، ومن هم بسيئة فلم يعملها لم تكتب، وإن عملها كتبت. هذا مخالف لما تقدم، أو يكون محمولا على إذا لم يتركها لوجه الله. قال رحمه الله تعالى: هذا السند عند أخيكم عبد العزيز ولا تلطيف. قال رحمه الله: حدثنا شيبان بن فروخ. نعم. حدث الحبط، أنت الذي أجبت وعصبت، وأبو محمد، ويقال فيه نعم شيبان بن أبي شيبة. خيرا إن شاء الله. قال حدثنا عبد الوارث. نعم. ها؟ بن سعيد التنوري عن الجاد أبي عثمان. ها؟ أبو اسمه ديناب. خيرا إن شاء الله. شكرا. ترجمة من التبريد يا أخوان. أنا له نسبة ما أظن أني أستطيع أن أنطق بها. ها؟ تعدد الجمعة والثانية مفتوحة بعدها معلمة ساكنة وكان مقبولة وعطلة مصري فرقة القطر الضائع بالنية تبعين من ما تسمى قاطعة. من الذي نشبك أكسب الله فيه؟ ها؟ خير إن شاء الله. هذا أيضا. قال رحمه الله تعالى: حد عندك يا عبد العزيز، لا تنسى أنه عندك. قال حدثنا أبو رجاء العطاردي. نعم عندك.
عمران بن الحال. نعم. الله المستعان. نعم. ها؟ نعم. ايش هذا؟ متى قرأت؟ انا فيه يا اخوان الله يصلحكم. انا قرأت عن جعد ابي عثمان حدثنا ابو رجاء العطاردي. عن قال عن ابن عباس. عندك يا اخانا عن ابن عباس. عبد الله كيف تقول عبد الله وله اولاد؟ العباس فضل وغنم. فلماذا قلت عبد الله؟ ها؟ ها؟ مو عبد الله لم تجب على سؤالي، اجب يا اخي. ايه له ولد عظم وله ولدان الذي يعرف الله. لم تجب ايوه. نعم عندك. لا ها عندك. ايه وقد يصير علما بالغلبة. أصبح علما عليه بالغلبة. غلبة إذا تبادر إلى الذهن، إذا قال القائل ابن عباس لا يتبادر إلى الذهن إلا عبد الله، وإذا قال القائل المدينة لا يتبادر إلى الذهن إلا مدينة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقد يصير علما بالغلبة مضاف أو مصحوب عن كالعقبة. طيب نعم كنيته أبو العباس. قال عن ابن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيما يروي عن ربه تبارك وتعالى قال إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك فمن أمن بحسنة فلم يعملها كتب الله عنده حسنة كاملة وإن هم بها فعملها كتب الله عز وجل عنده عشر حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة وإن هم بسيئة فلم يعملها كتب الله عنده حسنة كاملة وإن هم بها فعملها كتب الله سيئة واحدة. ما إعراب سيئة واحدة؟ واحدة صفة. ماذا تسمى هذه الصفة؟ لا عند فؤاد مرقية. نعم مؤكدة. قل قتال قل قتال قتال إنها مؤكدة. خير إن شاء الله مؤكدة يعني هي صفة مؤكدة. ونفخ في الصور نفخة واحدة. قال وحدثنا يحيى بن يحيى التميمي النيسابوري قال حدثنا جعفر بن سليمان ما حال حديثه الحسن وهو في ثابت ليس بثابت يا اخوان. هل يحسن أم أنزل. نعم يا أخي. والذي أدخل على عبد الرزاق التشيع. ها؟ أنزل. لماذا؟ لماذا؟ اقرأوا عبارة الحافظ والتقريب. جعفر بن سليمان. جعفر بن سليمان الخبعي. ومرسى معجمع وفتح ابو عدا ابو سليمان البخري رضو ثاني لكنه كان يتشيح من التابنة فاتح بنا ثلاث وسبعين. وكيف يا أخي عندك التهذيب؟ لا يا أخي تقريبا أنا معك عندك التهذيب. ما هو نعم
يعني ما هو سهل، يعني ليس بقوي، أقصد ليس ب... لا أقصد أن الحديث لا يثبت، ليس بقوي في ذلك. قال رحمه الله جعفر بن سليمان عن الجعد أبي عثمان في هذا الإسناد بمعنى حديث عبد الوارث، وزاد ومحى الله ولا يهلك على الله إلا هالك. ظهر أنهم الملائكة. عندي سؤال، هو أمر بكتابتها والله الله أعلم. عندي سؤال، من صاحبه؟ لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. من القائل أنا؟ كم حديثا قرأنا الليلة؟ من صاحب الحديثين؟ ابن عباس وأبو هريرة. في الأصل ثلاثة. ماشي، جزاكم الله خير. حدثني زهير بن حرب أبو خيثمة النسائي قال حدثنا جرير، وهو جرير بن عبد الحميد، وهناك حريج أرفع منه وهو حريج بن عثمان اتهم بالنفط، فربما تصحف إلى جرير. ويتعب الباحث لا يجد في التقريب جرير بن عثمان، انظروا يا أبنائي فأكدوا جرير بن عثمان. نعم ناصبي، هل هناك جرير بن عثمان؟ فينبغي أن يتنبه الباحث لهذا. قال عن شهيب وهو ابن أبي صالح، وله أخوان محدثان ثلاثة، وله ثلاثة إخوة محدثون. فمن هم يا أخي محمد؟ محمد وصالح وعبد الله، خيرا ان شاء الله. محمد بن من؟ محمد بن من؟ محمد بن ابي صالح. طيب خيرا ان شاء الله. عن ابيه عن ابي هريره قال جاء ناس من اصحاب النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم فسالوه، إنا نجد في أنفسنا ما يتعاظم أحدنا أن يتكلم به. قال وقد وجدتموه؟ قالوا نعم. قال ذاك صريح الإيمان. بعدها أخواني في الله، مما يبعث على الشك فلسفة المعتزلة ومن سلك مسلكهم من الناس. فلسفة المعتزلة في الله أو في ذات الله تؤدي إلى شك القارئ، والله المستعان. أما الصحابة فما حملهم على الإتيان إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلا الإيمان. والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوسة، يعني ما استطاع إلا أن يوسوس لكم. فهذا مما يدل على ماذا؟ على عجزه عنهم. الله المستعان. كتاب الظاهر أنه لمحمد بن سعيد البوطي، لماذا في الإلهيات؟ أو تعرفون يا أخوان لماذا هو؟ ما فيكم قيد. فقرأه شاب تركي فجاء
وهو يبكي ويقول قد أصبحت أشك في الله. وهو هذا الكتاب يزعم أنه يقرب فلسفة يقرب للناس، أنا ما قد قرأته صحيح. القصد يا أخوان شفاء هذه الوسوسة هو كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. ثم بعدها الاستسلام واعتراف العبد بعجزه، اعتراف العبد بعجزه انه عاجز، ما يريد اي ما يعني تمنيه نفسه ان يكيف الدين، هذا طيب وهذا ما هو طيب، فما هو شان كثير من الناس المعاصرين وغير المعاصرين. تحدثوا بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اما هذا فلا، وهكذا في غير شيء والله المستعان. فالانزياد والاستسلام ومعرفة العبد بعجزه وضعفه من أسباب السلامة من الوسوسة ومن الانحراف. نعم 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 كما قلت بارك الله فيك. نعم يعني الفرج بعد الشدة هذا الذي يقصده. بعض الأوقات يكون الشخص وهناك كتاب طيب بعنوان الفرج بعد الشدة وهو موجود في المكتبة، فأنصح بقراءته وإن كان ما فيه قصص، وصاحبه الظاهر لا يهتم بعلم الحديث، صاحبه لا يهتم بعلم الحديث. ها التنوفي فلان من إما من مشايخ الخطيب أو من مشايخ مشايخ وابن عبد الدنيا، لكن هذا أوسع، هذا جمع الكل. والسيوطي أتى بكتاب صغير الأرجة والأرج في الفرج، يزعم أنه لخص هذا. ها إيه أما الفرج بعد الشدة فإنني أنصح بقراءته. صحيح يا أخوان أنه يبعث على الإيمان وإن كان يعني فيه قصص وفيه أمور والله المستعان، لكن هو كتاب طيب. نعم استغفر الله عز وجل. قال رحمه الله تعالى ها؟ ما لا للاستسلام والانقياد لله عز وجل ومعرفة الشخص يعني ضعفه وعجزه. طيب إخواني بالله، قال ما هو محض الإيمان وطريح الإيمان والحمد لله. قال رحمه الله وحدثنا محمد بن بشار كندار العبدي، ما كنيته يا بني؟ ها ابو كندار؟ نعم ابو بكر خير ان شاء الله، لا يجرك يا اخي. نعم سمعت، لا اظنك قلت ابو كندار، ما ادري بعدها بعد ان سمع او بعد ماذا. خير ان شاء الله. طيب خيرا إن شاء الله. ألا تعظ أولاد أهل دماج يا خالد؟ لا يضيعون بعض الكرة وبعض الألاعيب؟ أذهب جزاك الله خير يوم بعطاك إلى المدرسة تعظهم وتنصحهم. قال رحمه الله. نعم. يسمى أخذ العطا لا تعظ. قال حدثنا ابن أبي عادي وهو محمد بن إبراهيم عن شعبة بن الحجاج حا، وحدثني محمد بن عمرو بن جبلة بن أبي رواد وأبو بكر بن إسحاق. نعم الصغاني، ويقال فيه الصغاني. قال حدثنا أبو الجواد
ما شاء الله أخوك بالجواب. عن عمار بن رزيل كلاهما عن الأعمش سليمان بن مهران عن أبي صالح أكوان عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في هذا الحديث. أنت يا صاحب رينة كم حديثا قرأنا الليلة؟ من صحابي الراوي له عن أبي هريرة؟ الراوي له عن أبي صالح؟ طيب وفي السند الأول سهيل. طيب أحسنت جزاك الله خيرا ما شاء الله. أفيكم أحد حفظه بالسند الأول؟ وارفع صوتك. قال الإمام المسلم رحمه الله تعالى حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا جرير عن زهير عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال جاء من أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فسألوه إنا نجد في أنفسنا ما يتعاظم أحدنا أن يتكلم به قال وقد وجدتموه قالوا نعم قال فذلك صريح الإيمان. الله تعالى حدثنا جرير حرمي حدثنا جرير بن حرب قال حدثنا جرير مريض حديث عن ابي هريره رضي الله عنه قال جاء ناس صلى الله عليه وعلى اله وسلم قالوا يا رسول الله كان يتعاظم حدثنا ان نتكلم بك قال وقد جئتموه قالوا نعم قال ذاك خبيث الايمان. بارك الله فيكم. إذا بقي وقتنا بعد إن شاء الله تقرؤون. ها؟ شايف؟ ما شاء الله بارك الله فيكم. قال رحمه الله تعالى حدثنا يوسف بن يعقوب الصفار قال حدثنا علي بن عثمان عن شعير بن الخرس هنا يا اخوان في ترجمتي من تهذيب التهذيب شعير بن الخرس له في مسلم حديث واحد قال الحافظ قلت رفعه هو وأرسله غيره. طيب عن مغيرة وهو ابن مجسم نعم كما تحبون ها نعم لكن لا يضر فيه شعير بن الخمس يا اخوان من احب ان يكتب في ترجمته من تهذيب التهذيب في ترجمته من تهذيب التهذيب له في مسلم حديث واحد قال الحافظ قلت رفعه هو وأرسله غيره أعيد الكلام في ترجمته من تهذيب التهذيب له في مسلم حديث واحد
قال الحافظ صرت رفعه هو وارسله غيره. ها السلام يكون الراجح في ظهر الاسئله لا ليس منطقه هنا. ها هو ما دام انه ما ليس له الا واحد عن مغيرة وهو ابن ميشن يدلس عن ابراهيم. ها سيكون واضح الحال ما دام ان غيره عن ابراهيم عن نعم ابراهيم بن يزيد النخعي عن علقمة وهو ابن قيس. نعم في طبقته علقمة بن وقاص عن عبد الله قال الظاهر بن مرثد انزل. اذا كان عندك تقريب التهذيب نظرته. ها اما هذا فمخضرم علقمة بن قيس النخعي مخضرم ما ليس فيه مخضرم. أنت نقلت كل ما في التقريب. طيب خيرا إن شاء الله. فتنظر يا أخي تعديل التهذيب. الله أنتم. ها؟ إيمان الأعمش الأعمش عن إبراهيم عن عظمة عن عبد الله. ما في أعمش. قال عن عبد الله قال سئل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن الوسوسة قال تلك محض الإيمان. ها يعني سئل عن الوسوسة تكون الشخص يوسوس الله هل هو موجود أم ليس بموجود وثم بعدها يعني الله كما سيأتي الله خلق الخلق فمن خلق الله يأتي الوساوس الشيطانية. فبعدها إذا صوب الأمر لله وقال آمنت بالله آمنت بالله وانتهى يذهب إن شاء الله ما فيه من الوسواس. ومسألة الوسواس إخواني في الله ربما يكون أوله في العبادات. إلى الاعتقاد فأنا أنصح كل أخ ابتلي بالوسواس أن يغلب عنه وكأنه لم يكن كأنه لم يكن حتى في الوسواس يعني الشكوك في الناس هذا أيضا منه الشكوك في الناس أيضا كذلك ينبغي للشخص أن يجاهد نفسه. والله المستعان بعض الناس ربما إذا رأى اثنين يتحدثان قال هما يتكلمان فيه وهكذا والله المستعان يا اخوان. نعم يا اخي. ها؟ بالاعراض عنه وعدم الالتفات اليه، عدم الالتفات اليه. فما اخبرتكم عن الاوزاعي انه توضع فشككه الشيطان في غسل يده. وقال قد قتلتها مرتين او ثلاثا فهل عندك شاهدا عدل يشهدان اني لم اغسلها وترك. ثم بعد ذلك ماذا يا اخوان؟ ما تدري الا وبعض اخواننا الاعاجب اذا اراد ان يكفر. الله 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 غير ان يكفر تكبيرة الاحرام. صحيح على هذا يا اخوان في الحرم نسمعهم وربما يخرج المصاب وهو يقول الله الله. وبعدها ماذا؟ واحد يقول لصاحبه انا يشف علي زراس التحيه لله. قال اقرا كما اخبرتني اي كما اخبرتني. هو يقول يعني في التحيات انه يقول التحيات وماذا؟ قال يشف علي هذا. قال اقرا كما اخبرتني وهو صحيح. اعرض عنه كانك لم تلتفت لا تلتفت اليه. اما اذا
أما إذا التفت إليه فمن درجة إلى درجة يهون به. نعم. الله المستعان. من أما في الصلاة فقد جاء في صحيح مسلم في كتاب الصلاة في كتاب الكلام في صحيح مسلم في كتاب الكلام أنه ينبت على يساره ثلاثا ويستعيذ بالله من الشيطان. نعم. نعم يا أخي. ها النفس يعني شيء من الزوج لكن لا يزيد عن يميني من عن يساره فيخشى يقول أنت تدفلني بالصلاة والله المستعان. المهم يربط هكذا. وأما إذا كان شخص متعلما ومتفقها الحمد لله. نعم يا نعم يا أخي محمد. ها نعم نعم ماذا؟ نعم. هذا من الإيمان. نعم. ها؟ لا هم أنفسهم خارجون في هذا. لا. ولا رحم الله تعالى. كم حديثا قرأنا يا بنو؟ أنت؟ ها؟ حديثا من صاحبه؟ ها؟ أبو هريرة؟ الرأي له عنه. ها؟ أبو صالح؟ الله المستعان. من عندك أم من عندك؟ أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. من عندك؟ قرأنا حديثين يا بنو. أحدهما لأبي هريرة والآخر لعبد الله بن مسعود الله يصلحه. الرأي له عن عبد الله ليس فيه أنه خطر من أخي. الرأي له عن عظمة إبراهيم. الرأي له عن إبراهيم مغيرة. الرأي له عن مغيرة شعير بن الخز. طيب أحسنت. ها معنى مخضرم يعني أنه عاش في الجاهلية والإسلام ولم يرى النبي صلى الله عليه وسلم أسلم فيما بعد ولم يرى النبي صلى الله عليه وسلم في حال إيمانه به سواء أسلم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أم أسلم بعده. لا ما الوسوسة؟ نحن مأمورون بالاستعاذة من الموسوس. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس. الوسواس يا إخوان برض حتى إنه يضعف الحفظ. الوسواس يضعف الحفظ. فأنا أنصح كل أخ أن يبتعد عن أسباب الوسواس. نعم إذا لم يستطع تقابل بأي شيء يشغل. لا هو يتغافل يشتغل بأي شيء. نعم ما هو إلا يعني خوفهم من أو وأيضا تغلبهم على الشيطان إلى أن عجز عنهم إلا بالوسوسة تغلبهم. نعم ها شكوا الوسواس. نعم ها؟ من الوسوسة؟ نعم. ها؟ لعله أخذه من لعل الآن قد أصبحوا يتيبون على الكتب ويأخذون ما أكد أنه أخذه من ماذا؟ من إغاثة اللحفان. لأن ابن القيم أطال في إغاثة اللحفان في ذل الوسوسة. قال رحمه الله تعالى حدثنا هارون بن معروف تفضل.
نعم نعم الأمر كما قلت صحيح. جزاك الله خيرا. قال رحمه الله تعالى حدثنا هارون بن معروف ومحمد بن عباد المكي صدوق. نعم صدوق فقط أم صدوق يخطئ أم ماذا؟ قال واللفظ لهارون. قال حدثنا سفيان من؟ من عيائنا. من القائل الثوري؟ الله المستعان الله. ها؟ أحسنت. نعم بالقاعدة الأغلبية أنه في الثاني يكون ابن عيينة وفي الثالث يكون الثوري كما أفادنا في هذا شيخنا محمد بن عبد الله الصومالي حفظه الله تعالى. صدوق يعني محمد بن عباد. جزاكم الله خيرا. قال رحمه الله تعالى قال حدثنا سفيان عن هشام عن أبيه. كم هشاما في طبقتي يا أخي محمد؟ لا عند محمد أتي لنا ولا في ولا في اثنين أدلة هشام بن حسان. هشام بن عبد الله الدستوائي بن أبي عبد الله الدستوائي من عندك؟ ايه هو عنزل قليل. طيب لا بأس حاول هشام بن حسان. ها؟ ابن يوسف. ها؟ هشام بن سعد. لا بأس هو عن زيد بن أسلم عن نعم صحيح. أنا أبي ما حال هشام بن سعد يا أخي محمد؟ نظرته؟ لا. قال رحمه الله تعالى عن أبيه وهو عروة بن الزبير. هشام بن عروة عن أبيه عروة بن الزبير عن أبي هريرة قال على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يزال الناس يتساءلون حتى يقال هذا خلق الله الخلق فمن خلق الله فمن وجد ذلك فمن وجد من ذلك شيئا فليقل آمنت بالله. طيب بعدها إخواني في الله فلتفح يذكرها هاهنا فلتفح يذكرها هاهنا أهل علم الكلام وأخذها بعض المؤلفين العصريين. ماذا يقول؟ إذا جاءك الملح أو وسوس لك الشيطان وقال الله خلق الخلق فمن خلق الله فقل له إن هذا يؤدي إلى التسلسل والتسلسل يؤدي إلى المحال إلى المحال والمحال يؤدي وما أدى إلى المحال فهو محال. إذا هذا محال. هذه فلسفة ما أرشدنا إليها النبي صلى الله عليه وسلم. ما معنى قولهم يؤدي إلى التسلسل؟ أي إن الله خلق الخلق ومن خلقه قال خلقه كذا من خلق كذا ومن خلق كذا ومن خلق الذي خلقه ومن خلق الذي خلق إلى آخره. هذا عندهم يؤدي إلى التسلسل. يقولون وما أدى إلى التسلسل أدى إلى المحال يعني فهو محال وما أدى إلى المحال فهو محال. هذه فلسفتهم. أما النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فنادى يا إخواننا فإنه يقول قل آمنت بالله ثم انتهي. هذا أمر. الأمر الآخر أن هذا الحديث يعد علما من أعلام النبوة. فما وضع هذا
على عهد النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم فيما نعلم. وقد جاء سائل يسأل أبا هريرة وقال له: يا أبا هريرة، هذا الله خلق الخلق، فمن خلق الله؟ فقال أبو هريرة: صدق حبي أو صدق خليلي أو صدق رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم، وأخذ حصى وحصبه. فلعل الحديث سيأتي، والله المستعان. فالقصد يا إخواننا أن علاج هذا هو عدم الالتفات إليه، وليقل الشخص: آمنت بالله. علاج، هل قد رأيتم هذا يا طلاب المدارس أم لم تروه؟ ها؟ رأيتموه في أي كتاب؟ لا، هذا الكلام الذي هو أن إذا قال لك الملحد، إذا قال لك الملحد ماذا الملحد؟ إن قال لك: الله خلق الخلق، فمن خلق الله؟ إلى آخره. نعم، ها، قال يقول: آمنت بالله، وقل آمنت بالله ثم انتهي، وقل له يستعيذ بالله ويستعيذ بالله من الشيطان الرجيم وينتهي. ما في عندنا أكثر من هذا. أي نعم، كما قلت في كتاب التوحيد، لكن هذه فلسفة المعتزلية. نعم، ها ها، تعني من المازري. جزاك الله خيرا، بارك الله فيك. حديث رسول الله وحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم سيأتي، ها، هو ولينتهي ولينتهي ينتهي وليقول آمنت بالله. ما ضيق، هو مزعزع المازري، مزعزع مؤكد. نعم، اينا انتاز اعدادي جماعته. قال رحمه الله تعالى: كتاب وسنة التوحيد. أنا أنصح إخواني في الله أن يأخذوا التوحيد من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذه الفلسفة والتعبيدات والفلسفات التي تضيع المسلمين، لا أقول تضيع طلبة العلم، فإنهم ضائعون من أصلهم، إلا من رحم الله سبحانه وتعالى. طلبة العلم الذين أهل المدارس ضائعون، وإلا سيأتني بمن؟ سيأتني بكم واحد؟ وقد سألت غير واحد أقول له أين الله؟ يقول: في كل مكان. أسأل عنه: من أين عرفت هذا يا بني؟ يقول: من المدرسة. هو صحيح، أنا قد رأيته عند أن كنت مديرا في المعهد، رأيت هذا، أن الله في كل مكان. والله المستعان. ها؟ نعم يا أخي. الغالب نحن نقول من الشريف الغالب. نعم، ايه، وانا قد جرى. نعم، غير واحد. ها، نعم، ايه، الفلسفة يونانية من زمان، من قبل النبوة، فلسفة يونانية. لكن جزاك الله خيرا. وماذا يعني الفيلسوف عندهم بمعنى محب الحكمة، لكنهم إذا قرأوا كافر من الون الحل تجدهم ملاحدة. نعم، هذا درسوا مشاطين في كتب المعتزلة، ووجدوه الحمد لله، هذا الذي درسوا في كتب المعتزلة، ما يعرفون من التوحيد توحيد المعتزلة. هو هذا، أتوا بما يعرفونه من السنة، وما لم يعرفوه رجعوا إلى كتب المعتزلة في التوحيد. ها؟ ها؟
إلى ماذا؟ الكفار السوداء في الليلة القبة السوداء في الليلة الظلمة. ما شاء الله. في الصحيح يا رجال مثل ماذا؟ مثل ما رأيت بعض هذا المثال يشتب على بعض ماذا؟ القصص التي رأيتها في بعض المجلة بعنوان اليمن الجديد. هذا الذي يقال له القطة السوداء في الليلة الظلمة. هذه قصة، القصة إذا قرأ الشخص القصة يا رجال لا يستطيع أن يترك الكتاب حتى يريها. القصة جذابة. لكن هذه القصة التي بينها نعم يا أخوان. ها؟ ما تدري أين غازها من ليلها. هذه القصة، القصة. كأنك والله كأنك بين يدي مجنون يهدرب. هذه القصص التي في هذا المجلة والله كأنك بين يدي مجنون يهدرب له. ما تدري وش يقول. هذا كأنها أدرمة مجنون. ها؟ الله مجنون. ها؟ إيه؟ يكون كفرا. نعم. إذا اعتقد أن الله مخلوق يكون كافر. هل من خالق غير الله؟ إلى هنا يا إخواني. قال الإمام مسلم بن الحجاج أبو الحسين أن إيسابوري البشيري رحمه الله تعالى وحدثنا محمود بن غيلان المروادي في طبقته محمود آخر ابن آدم قيل إنه من شيوخ البخاري. نعم هذا نعم من شيوخ البخاري. قال حدثنا أبو النضر هاشم بن القاسم وهناك هاشم بن القاسم آي آخر أنزل الحراني ما حاله صدوق تغير بآخره. قال حدثنا أبو سعيد المؤدب. ما شاء الله جزاكم الله خيرا. ما حال محمد بن مسلم أبو سعيد بن المؤدب؟ عن هشام بن عروة بهذا الإسناد أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال يأتي الشيطان أحدكم فيقول من خلق السماء من خلق الأرض فيقول الله ثم ذكر بمثله وزاد ورسله آمنت بالله ورسله. نعم يا أخوان قل فليقول آمنت بالله ورسله. أن ترى أخي أحمد إذا جاءك خاطر من هذه الخواطر فماذا؟ ها؟ استعيذ بالله تؤمن بالله ورسله هذا أمر. وإذا كان ملحدا يريد أن يشكك المسلمين فماذا تقول؟ ها؟ يغلبه؟ ها؟ نعم كيف؟ يقول بح بالحجة أو بالبندقية ها؟ بالحجة والحجر خيرا إن شاء الله. لا بالحجة لماذا؟ لأن يخشى من انتشار الفتنة. وأما مسألة يعني القتل أو غير ذلك ربما تحدث فتنة وهذا إلى الحاكم والله المستعان. صدوق يهم. ما حال حديث من قيل فيه صدوق يهم حسد إلا يكون من أوهامه. نعم
ها؟ زيادة. أنا مسلم. الطريق الأولى ليس فيها رسله. الأول أصح لكن لا بأس. طيب قال رحمه الله تعالى ها المقارعة بالحجة لكن الحجة الشرعية ثم بعد ذلك إن كانت هناك دولة تقيم حدود الله وأبى أن يجتمع بالحجة فالقتل أمرت أن يقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله من صحابيه ومن أخرجه يا أخي حسين أخرجه البخاري نعم وهو متفق عليه نعم طيب ها فتكون هزيمة للإسلام لا بأس والحجة الكتاب والسنة ما هي الفلسفة كما ارتسم في أذهاني كما ارتسم في أذهان ماذا يا أخوان المعتزلة أن الحجة هي الفلسفة حتى أن ملحدا طلب من يناظره فأرسل إليه الخليفة أرسل إليه أبا إسماعيل أرسل إليه إسماعيل الظاهر أرسل إليه إسماعيل أبا إسماعيل فسبب في أيديهم سبب في أيديهم كيف يعني يرسل إليه محدث لا يعرف طريقة الجدل ثم نصر الله أبا إسماعيل أو نصر الله الإسماعيل نصر الله الإسماعيل ما أذكر ما هي الحجة بشيء يسير الظاهر أنه بحروف تكلم بها ذاك بأسئلة فقال لنا بدأت بهذا ولما قلت هكذا ولما لم تقل هكذا فعجز كما حصل لأبي بكر ابن العربي والتوفيق بيد الله سبحانه وتعالى قال رحمه الله عند العامة يا أخي إذا سئلت أنت عن مسألة وشخص ربما يكون في درجة عالية من العلم ثم جاء آخر وسأله عن مسألة فلم يستطع الجواب يقولون قد غلبه فلان غلبه فلان والله المستعان ربما يتبعون ذلك الشخص فإذا كان مناظرته تؤدي إلى فتنتهم ينبغي له أن يعتذر سأل لماذا لم تجب على سؤاله قال رحمه الله حدثني زهير بن الحارث أبو خيثمة النسائي وبعدها هناك كتب موضوعة خاصة بالمناظرة ما عليها برهان وهي موجودة في مجموع المتون قال وعبد بن حميد صاحب المسند والتفسير والمنتخب طيب يا أخوان أنا أين ذهبت؟
نعم هو جميعا عن يعقوب. قال زهير حدثنا يعقوب بن إبراهيم في طبقته يعقوب بن إبراهيم آخر في طبقته يعقوب بن عبد الرحمن آخر. نعم ما لكم يا أخواننا القاري الاسكندراني. الله المستعان الله المستعان. قال حدثنا ابن أخي ابن شهاب ومحمد بن عبد الله عن عمرو. من هو؟ نعم حسنت صحيح أجلت أصدق. قال أخبرني عروة بن الزبير أن أبا هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يأتي الشيطان أحدكم فيقول من خلق كذا وكذا حتى يقول له من خلق ربك، فإذا بلغ ذلك فليستعذ بالله ولينتهي. فأتي بإعراب ولينتهي يا أخانا محمد محمد بن أحمد أتي بإعراب ولينتهي. ها؟ بس عندك لبان يا محمد لبان؟ أن هذا شيء الحوك أو الحوك أتي بإعراب ولينتهي. عندك الله هو الحال ولا لم نعمه. عندك الذي يغلب غلطة واحدة وحينها للآخر. عندك يا صاحي دارينا والعب ماذا ولم يرى الأمر كمل ينتهي نوع المبارع من جنب لام الأمر وعلامة جنة حلم الياء والكسرة قبل دليل عليها. خير أنت الذي أجبت وأصبت قلت وهو الحال. نعم يا أخوان من المتكلم؟ هذا علاج آخر يا إخوان. العلاج الأول أن يقول آمنت بالله ورسوله. العلاج الثاني أن يقول أعوذ بالله وينتهي. والهداية بيد الله. الهداية بيد الله هو الظاهر حديث واحد. كل هذا إن شاء الله صواب. والانتهاء له أثر دليل على أن المخاطب صحيح لا يستحق الجواب. والله المستعان. ها وقد قال المشركون والملاحدة أيضا في هذا الزمن قالوا هذا في عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه تارة يقول لا حجة بيننا وبينكم الله يحكم بيننا وبينكم. فهم يقولون إن هذا بل ذكرت شيئا أن الباطنية أيضا قالوا هذا. قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم إذا عجز عن الجواب تعرض. فهل ضر النبي صلى الله عليه وسلم السفيع لا ينبغي أن يجاب عليه؟ سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين.
وخذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاهلين. طيب هذا السند عند اخيكم عمر، اما اذا لم يجب عمر فكم لك يا عمر هاهنا؟ ها؟ 4 أشهر؟ أما الذي له 4 أشهر ولا يستطيع أن يجيب على هذا السند فالخبر محدود. قال رحمه الله: حدثنا عبد الملك بن شعيب بن الليث مصري. نعم ما شاء الله، من عرفت هذا؟ من تهذيب. هذا السند نفسه لأجل أنهم مصريون. قال حدثني أبي، هذا قال حدثني عقيل عن جدي. ماذا تعرف عن الليث بن سعد؟ نعم شيخ الديار المصرية. من الذي قال هذا؟ ولكن ماذا؟ الحظوة لمالك. أصدر جزاك الله خيرا. الذي قال هذا هو الشافعي وعبد الله بن وهب. الله المستعان. أصدر جزاك الله خيرا. لا ثلاث غالب أنا أسأل. نعم ها عليك البرهان. نعم وهي موجودة شجرات الذهب إن شاء الله ترينا إياها خير إن شاء الله. وماذا كان غنيا جوادا ما أوجب الله عليه زكاة في ماله. كيف ذاك ما أوجب الله عليه زكاة في ماله؟ نعم يا صالح. كان ينفقه قبل أن يحول عليه الحول. وقد ألف الحافظ ابن حجر رسالة في ترجمته بعنوان نعم الرحمة الغيثية في الترجمة الليلية، وقيل فيه بيتان. عبد الغني قال هذا قال قبل هذا عبد الغني الكرمة لعبد الله عبد الله عليه نصائح حكتها بالشر وحي أمير المؤمنين 3 أسرى فإن أميرها الليث بن سعد. ما معنى البيتين يا أخي؟ ما معنى البيتين؟ سنة إن أنه القرآن نسعي تاس أو خرضة إن شاء الله. نعم عندك هذا رجل كله أن يشياء صحيح أي نعم وهذا ها حسن حاسب. أين يوجد البيتان؟ في نعم لا في من نزل مصر والقاهرة النجوم الزاهرة في من نزل مصر والقاهرة. أي نعم تكبر ها أي وكا شعبة. الله المستعان. نعم لا مصر المشهور والقاهرة بناء العبيديون بناها العبيديون وقالوا إنها إذا بنيت في ساعة واحدة في وقت واحد يعني إذا وضع الحجر حجر الأساس في تلك اللحظة فإن ملكها لن يغلب
أو من أو الملوك العبيديون لن يغلقوا. طيب، وبعدها بنيت ونشطت نحو 60 سنة وهزموا، فصار المنجمون يعتبرون ويقولون ما وضعت في الساعة الذي قال ابن القيم في كتابه تحذر الشهادة، لما ما فكروا وعرفوا إلا بعد 60 سنة أنها ما وضعت في ذلك الوقت الذي هو مراد. فالله المستعان، فهي بنيت في زمن العبيديين تفاؤل بأنها قاهرة وأنها لا تبقى، والأزهر أيضا في زمنه. نعم يا أخي. إيه. نعم. هل النجوم؟ لا، كتاب آخر ظهر تركي كذا. نجوم الجاورة؟ ليش ابن حجر؟ الذي لابن حجر الرحمة الغيثية فتبدأ من الذي. أما هذا مجلدات فرد كداوة يعني شخص. طيب إخواننا، ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. هذا العبيديون من بحثك يا عبد الله، ها؟ لأنهم باطنية أخفت من اليهود والنصارى. وبعد ذلك يأتي ابن خلدون والمدريزي وفلان يدافعون عنهم ويقولون إنهم علويون. والله المستعان. هذا قال رحمه الله تعالى، قال حدثني أبي عن جدي، قال حدثني عقيل بن خالد، قال ابن شهاب أخبرني عروة بن الزبير أن أبا هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يأتي العبد الشيطان ويقول من خلف كذا وكذا، مثل حديث ابن أخي بن شهاد. وهؤلاء أيضا يا أخواننا الشيوعية صحيح هم تلامذة الشيطان. يأتي أحدهم ويأتي بهذه الشبهات، لكن من فضل ربي أن الشيوعيين جاهلون في الغالب، ربما لا تجدوا في 10,000 واحد منهم له اطلاع على الإسلام ويستطيع أن يناظر، وإلا فغالبهم جاهلون والحمد لله. كم حديثا جرانا أخنا عمر؟ ها؟ حديثين؟ أنت الليل المتقدم. الله المستعان. الله، كم حديثا جرانا أخي علي؟ كم حديثين؟ ها؟ لماذا؟ حديث واحد. ها؟ حديث واحد. الله يصلحك. الله يصلحك. لا. عد عدني يا علي. لله درب. قال رحمه الله تعالى.